الحسن والحسين، الحسن أكبر والحسين أصغر، يتفقان في أنهما ابن علي وفاطمة، يتفقان في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهما، يتفقان في أنهما جميعا ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفقان في أنهما السبطان ولا سبط غيرهما إلا محسن وقد مات، ويختلفان في أن الحسن تنازل والحسين لم يتنازل. الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وأما الحسين فلم يتنازل عن حقه ومات دونه شهيدا في العاشر من شهر الله المحرم، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا في ثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. مات الحسن قبل الحسين، مات الحسن في المدينة والحسين استشهد في كربلاء. هذه إطلالة لفروق عن مشاهير، لكنني أحسب أن في هذا النوع من الطرق والقول ما يعينك على أن تفقه المسألة جيدا، لأن النظر نظرة شمولية للأشياء يعين على تثبيتها في القلب، ويعين على الصدور عنها والورود إليها، ويعين على طريقتنا في تقديمها للناس حتى يتهذب الناس بآداب النبوة وبأخلاق الفصحاء والبلغاء ممن حسنت سيرتهم وكملت حياتهم.